هنطلع مذكرة عشان نفهم النهاردة. زمايلك زمايلك لو سمحت لو سمحت، يوم 26/12 مجموعة التلات خدوا مذكرة من بدري، يعني الناس واخدة مذكرة قبل العربي بثلاث أسابيع. ربنا يقويني إن شاء الله في تالتة هعمل نفس السيستم، سيستم نظام اللي أنا قبل ما أذاكر العربي بثلاث أسابيع، مش هكمل معاكم شهر خمسة، آخركم ثلاث أسابيع في خمسة. الأسبوع الرابع خلاص هناخده أسبوعين بس في شهر خمسة شغل، في أسبوع هيبقى حصة ليلة الامتحان وأطلع على البيت بقى. كل سنة طيب، المولد اتفضل. مش حابب أنا أنزل طالب من بيته في الجدول، الجدول معاك مش كده؟ كل يوم مادة، أنت بقى لو كل يوم مادة إزاي أنا علاك بالمذكرة ديت؟ فالناس هتسألني أسئلة غريبة بعد حصة، هي دي تكفيني يا عم ربنا يقويك عليه. طب أذاكرها إمتى؟ النهاردة يا عم. لازم تديها يوم أو يومين قبل العرب وترجعها ليلة الامتحان. طب هي معمولة لمين؟ لأوائل الجمهورية، لأوائل الطلبة. طب مين السبب فيها يا مستر؟ أنا أقول لك السبب. افتح أول ورقة يلا عشان الوقت. سبب كنا بندي إحنا في البيوت زمان، وبنت الأولى على لوران، ده كلام حي، الأولى يا جماعة على المدرسة، ناس يا جماعة زمان 99%. بابا يتصل بي يقول لي معلش يا مستر البنت مش قادرة تخش امتحان تالتة لأنها الأولى على المدرسة. الأول ده على المدرسة حبايبي عايز في تانية يخش ب 18 يونت زمان. تانية كان عندهم قصة بثمان حصص اسمها ذا سبايدرز. فأنا بدأت أفكر إزاي الطالب ده يلم المنهج وبسرعة. يبقى قرار المستر لو قعدت مع الورق بتاعي مش هتلحق تعمل حاجة. خلاص مش هتقدر والله، بحلف بالله انا نفسي مش هقدر. فالقرار بتاع المستر الاتي، ال 18 يونت كل يونت نص ورقه، يبقى الولد يلم المنهج في 9 ورقات. نفس اللي عملته معاك، عندك كام يونت؟ 6، يبقى كفايه عليك 6 ورقات كلمات. يبقى الورقه الاولى يونت 1، الثانيه يونت 2، وده اللي كان على الصبوره اجزاء منه. حتى وانت قاعد اعصابك هاديه. بعد ما اخلص الست ورقات خلصنا، افتح المذكرة، خلصنا الكلمات معايا ولا لا؟ هيجي طالب يا مستر يا مستر امال بعد كده عندك 10 ورقات مرادفات اللي هي سينونيم وانتونيم، كلمة عكس كلمة معايا. يبقى ده كله انت اوريدي عارفه كده، الصراحة نفسيتك ارتاحت شوية. نيجي بعد كده على الصفحة رقم 21، نمبر 20 كام يا مستر؟ 1. مستر حبيبي بعد ملاحظتك اللغوية خليها لي 23، 23. بسم الله ما شاء الله بنات، والله بحلف بالله يا جماعة بنات زي القمر، شباب شاطر. قالوا لي يا مستر ممكن تلخص الجرامر؟ قلت لا ما ينفعش ألخصه يا مستر عشان خاطري، لخص الجرامر ما ينفعش ألخصه. لقيته سؤال ملح قوي مع الطلبة الشاطرة، فصراحة اجتهدت فملخص لك كل الجرامر بتاعك في حوالي 25 ورقة، لامم لك الليلة كلها. حلوين حلوين بكل أفكارهم ولاممهم لما كويس. ليجي النهاردة بعد ما نخلص مذاكرتنا هتلاقي كل مذاكرتك عاملة بالظبط 40 ورقة، 45 ورقة. طلب الثانية وأولياء الأمور، اسأل بابا كده حبيبك في ثالثة ثانوي، اسأل أي حد في اسكندرية يقول لك هي مراجعة مستر حسن دي بكام؟ مش بكام، ده هو أغلى مدرس في اسكندرية، شهر عادي جدا جدا جدا، عز شهر 4 هم 4 حصص، عز شهر 5 هم حصتين وحصة اكزام نايت. ليه؟ حاسس انا بابني حبيبي عنده فيزيكس تقيلة، عنده بايو تقيلة، طلاب ادبي موادهم برضو صعبة، ما اجيش انا كمان مدرس انجليزي اجيب الطالب حصة زيادة. عشان كده مين بيكمل معايا؟ بيكمل معايا واد مخه حلو فاهم، عاش معايا ترم كامل. اللي انا ابدأ اول حصة في تالتة، الحصة طويلة عارفين، حصة رزلة عارفين،
مستر حسن ده ايتم اتامه بس الراجل بيحبنا، وعشان بحبك لازم اقول لك كل حاجه عارفها، اولى تانيه تراكمي قديم جديد هاي ليفل، اي حاجه وصلت لي بوصلها للطالب بتاعي. هذا النوع من الطلبه اصبح نوع قليل، فتلاقي المدرسين الشطار قوي معهم عدد قليل قوي. ليه؟ الطالب النهارده ماشي مع المدرس الترند ابو دم خفيف اللي مقضيها ضحك وهزار ورحلات، ما ينفعش. فخلي عندك دم وخلي عندك وعي، انت راجل بقولك تستاهل نظام تعليم افضل من اللي انت فيه، وتستاهل مدرسين افضل مننا كمان. لمن قبل عيل عبقرة يبقى العيل جينيوس، الواد ده يستاهل رعاية. فانا ولادي حبايبي انت النهارده واعي، وبص كده اهو يا عم عندك يونت 1 تاني واعي بايه. لو الراجل ده عايزنا تاني وتالت ورابع راميلك هبل اسئله بنموذج الاجابه، فهمت؟ يبقى انا بوفرك حصه اولى وتانيه وتالت، مفيش ولا سؤال مفاجاه. يبقى كل اللي انا دربت عليه هتلاقيه متجاوب لك في حوالي 240 جمله معظمهم لونج مان. وصلت. بعد كده كينج لير قلنا معانا ملزمه زياده، صح ولا لا؟ الاحلى بقى طلبه هما جايين يراجعوا معانا النهارده، هيتفاجئوا بان المذكره نصها عباره عن امبروف يور سكيلز. سكيلز يعني ايه؟ مهاراتي الجميله، سواء ايميل سواء سي بنتي حبيبتي، سواء تراجم حبايبي، سواء كرنت ايفنتس. في حاجه مزعلاني منك، ايه هي؟ هو انا يا ابني لما اقول لك اقرا مقاله عن الارهاب، ارهاب يعني ايه؟ يا عم اصحى يا عم، انت دماغك مفكره ان هي جايه مقال بالنص. لا يا عم، انا هدفي يجي بده سطرين ترجمه، معلم في الترجمه. هدفي يجي فكرتها قطعه فهم، معلم في قطعه فهم. يعني من الاخر الورقه كلها كده. نيجي ان شاء الله، قول ان شاء الله هنتقابلوا رجالتنا لو احيانا المولى بعد 5 اسابيع. يبقى مجموعه الحد هنتقابلوا ان شاء الله يوم 4/2. 4/2 في مشكله هتقابلك يوم 4/2 لو احيانا المولى يونت 7. امال 11/2 يونت 8. امال 18/2 مع السلامه نص المنهج هخلصه في كام اسبوع؟ 3 فقط. قول الله اكبر. ليه؟ لان الترم الثاني في رمضان وضيق، كله مش عامل بالظبط كده 12 حصه بكينج لير بالمراجعه ليله الامتحان. اتمنى لكم الخير كله، اشوفكم على خير. سلام يا بنات.